أصدقاء عمان يلتقون في بودابست يحتفلون باليوبيل الفضي لجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة، يتبادلون مشاعر المحبة بتبادل الهدايا ويعكسون عمق العلاقات بينهم. نجتمع اليوم للاحتفال بمناسبة مميزة وتغمرنا مشاعر الفخر والسعادة، إذ يصادف هذا اليوم الذي نحيي فيه اليوبيل الفضي لجائزة اليونسكو السلطان قابوس لحماية البيئة الاحتفال بالعيد 70 لمنظمة اليونسكو والذكرى 50 بعد 100 لتشييد قصر الأكاديمية. إن أحياء هذه المناسبات في يوم واحد فرصة مميزة وفريدة قلما تتكرر. تلك لحظات سبقت افتتاح المعرض الفني للوحات ورسومات عمانية ترصد جمال الطبيعة وتنوعها في عمان، كما تنقل الثقافة البيئية لدى العمانيين من خلال ركن المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة. تأتي مشاركة المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة لتعريف للاحتفال باليوبيل الفضي لجائزة جلالة السلطان لحماية البيئة، وأيضا لتعريف المشاركين في منتدى العلوم بالجهود التي تبذلها السلطنة في مختلف الدراسات والبحوث البيئية المختلفة. الطبيعة العمانية بما حباها الله من تنوع جغرافي أبهرت الحضور من مختلف دول العالم بإبداعات المصورين العمانيين الذين رصدوا مشاهد حية للإنسان وبيئته وتراثه وملامح حضارته المغلة في القدم عبر التراث غير المادي للسلطنة. من خلال هذه المشاركة في هذا المعرض على هامش تسليم جائزة السلطان قابوس لصون البيئة، نبرز ما تزخر به الطبيعة العمانية وتنوع الإحياء واهتمام السلطنة بالبيئة. وإلى بودابست حضر الطالبان أحمد العيسائي وآمنة الرحبية الفائزان في مسابقة الرسم لطلبة المدارس تحت عنوان البيئة والتنمية المستدامة، وعكس بكل ثقة اهتمام الطلبة عبر المؤسسات التعليمية وغيرها وعمق ارتباطهم بالبيئة والحفاظ عليها. شرف لي أكون مشارك في هذا المعرض وأمثل طلبة سلطنة عمان. شاركت في هذا المعرض بلوحة تتمحور في التطور والنماء والتنوع الجغرافي والحيواني الذي تزخر به سلطنة عمان. مشاعري فخر واعتزاز بأن أمثل السلطنة في خارج السلطنة بلوحتي التي فزت بها في سلطنة في السلطنة والتي عرضت هنا، وهذه طبعا تتحدث عن البيئة، وهذا طبعا فخر كبير لي أن أشارك بها خارج السلطنة. بلغة الألوان واقتناص اللحظات البديعة لجماليات عمان اختزل هذا المعرض تفاصيل البيئة والتراث والحداثة، وحضرت إبداعات الطلبة العمانيين المجيدين في هذا المحفل العالمي تعزيزا لهم وتواصلا مع العالم بلغة الفن. من العاصمة المجرية بودابست، عبد العزيز بن حمد العجم.